السلام عليكم ورحمة الله. كان الرجل في الجاهلية إذا زهد في امرأته فهو لا يريدها ولا يحب أن يتزوجها غيره، ماذا يفعل؟ كان يحلف ألا يقربها، فكان يتركها كالمعلقة إضرارا بها وإذلالا لها. ثم أن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، فأنزل الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم، فيحلف بالله ويقول: والله لا أطئك، والله لا أجامعك، والله لا أمسك، تربص وترقب وانتظار 4 أشهر. قد يضطر الرجل أحيانا لاستخدام تلك الوسيلة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فروت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يدخل على نسائه شهرا. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا ورجع الرجل إلى زوجته فإن ذلك أحب إلى الله تعالى، فإن الله غفور لما وقع منهم رحيم بهم. وهذا يعتبر حنث بيمين الإيلاء، ويجب عليه كفارة. فما هي كفارة يمين الإيلاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الإيلاء كالسلاح في يدك، تستخدمه للتأديب والتصحيح وليس للإيذاء والإضرار بالزوجة. ولكن انتبه جيدا، أجمعت المذاهب الأربعة أن الإيلاء فوق 4 أشهر محرم، ولا يحل له بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق. جزاكم الله خيرا. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كانت النساء في الجاهلية لا قيمة لهن، فكانت تورث كما يورث المتاع. وكان الرجل إذا مات ورثه ابنه الذي حمل السلاح، فورث مال أبيه ونساءه، فإن شاء تزوج من امرأة أبيه، وإن شاء تركها في البيت فهي تركة، وكان وكان. وكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من امرأته أو زهد فيها يحلف ألا يقربها بالسنة وبالسنتين بل وبالعمر كله. فنزل القرآن يبين الأحكام ويحدد الحلال والحرام، وأنزل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم. للذين يحلفون ألا يجامعوا نساءهم انتظار وترقب 4 أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الأربعة فإن الله غفور لهم رحيم بهم، وإن عقدوا عزمهم على الطلاق واستمروا في يمينهم وترك الجماع وأجمعوا أمرهم على حل عقد النكاح فإن الله سميع لأقوالهم عليم بمقاصدهم وسيجازيهم على ذلك. فاحذروا من مخالفة شرعه، وليحذروا الأزواج من الإضرار والإذلال للزوجات. ولكن ماذا إن ماطل الزوج ورفض أن يرجع إلى زوجته أو أن يطلقها؟ هنا تخير المرأة بين أمرين، إما أن ترفع الأمر للقضاء ليجبر الزوج على الطلاق، وإن شاءت لا تطالب بالطلاق حفظا لحقوق الأبناء والأسرة. فالإسلام دين واقعي يعطي لكل ذي حق حقه، فكما يعطي الزوج الحق في الإيلاء للإصلاح والتهذيب في حدود 4 أشهر، يعطي أيضا المرأة الحق في المطالبة بالطلاق للضرر بعد 4 أشهر. جزاكم الله خيرا. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.